انتم اخوتي، هذا هو فاست شارج، يعني هذا يمكن لك انك دير به فلوج كما قلنا، يعني وشحال من حاجه. يعني دابا نوريكم الطريقه كيفاش انكم تركبوه، يعني طريقه سهله وغادي نبسط لكم داكشي. بالنسبه ليه هو انتم كما كتشوفوا، المهم كيجي بحال هكا. الطريقه الاولى ركبوا هادشي هذا، دابا هو ركب، نحلو هذا. وغادي نركبو في الموتور. بالنسبة للدراري تاع 96 600، يعني كتكون هاد البارتي هادو، يعني إلا ما عندهمش بحال البنيني كتكون هاد الجعبة غليظة. يعني كاين هاد البارتي كتكف في المراية، يعني كتير هنا وكتكف في المراية وكتكب في هذا فاست شارج، يعني على هاد الشكل هذا. هادو بالنسبة للناس 96 و 600 سبايدر. وبالنسبة للبين اللي بيركبو، يعني ركبو بهاد الطريقة هادي اللي هي يعني طريقة سهلة. نتوما كيما كتشوفو كما كتشوفوا اخوتي، احنا ركبناها. بالنسبه لطريقه التركب راه سهله، ودابا غادي ندوزوا للخيط الباتري ديريكت. يعني انتما يعني شي حاجه اللي هو يعني تركبها في 5 دقائق ولا كامله كامله، على 2 دقائق تركب في هذا الفاست شارج هذا. يعني وشحال الاستعمالات اللي فيه، يعني بحال انك دير تربيه فلوغ، تشارجي به التليفون، يعني وفيه خاصيه تاع يمكن دير في التليفون جي بي اس وتحطو حداك، يعني تقلب المزيكا وتبدا تكتل هذاك التليفون. المهم اخوتي، انتم كما كتشوفوا الباتري صافي اخوتي، ها دابا اخوتي هو الباتري، غادي نحلوه. انتم كما كتشوفوا اخوتي، يعني انا نحيد هاد اللعيبة هادي. بالنسبة للطريقة هذا، انا هاد الخيط الكحل كيكون في ناقص، والخيط الاحمر كيكون في زائد. بالنسبة كما كتشوف هو الخيط الخيط الكحل. انا هو نحلو هنا شوية، كما كتشوف اخوتي. بالنسبه للطريقه راه سهله، يعني ومزيان شحال من حاجه هذا فاست شارج هذا.
السنان تاو ما خدامين، يعني الماتيريال موجود. صافي اخوتي هو ركب، يعني طريقه سهله بالنسبه لشي حاجه اللي هي يعني صافي هو ركب. هذا الفاس صار لي يعني بالنسبه باش نركبوا شي حاجه سهله. ودابا غادي نرجعوا يعني داكشي كي كان، ارجع الباتري كما كان. وبالنسبه كاين شي بارتي اللي تزيدهم، يعني الا كان شي سيركوي انه ما يتحرقش، يعني وبالنسبه هادو اللي بيركبوا ديريكت صافي. ودابا غادي نرجعوا الكاريناج صافي اختي. دابا خوتي ها هي كما كتشوفوا حنا بروشيناها بالنسبه هادي باش انك تطفيها وتشعلها بالنسبه على الباتري. وبالنسبه للباتري ما كتكونسوميش الباتري، زعما يعني ما كدير 12 فولت يعني، وكيبقى الباتري مزيان. يعني مش حال هادي وانا وياه عندي، يعني وكان عندي واحد الكاليتي اللي عيانه خسرات، ودابا جبت هاد الكاليتي هادي اللي احسن منها وثقيله عليها. وبالنسبه اللي بغى مرحبا، نخليكم النمره هنا تاع السيد اللي كيبيعو. ودابا غادي نشوفوا كيفاش نستعملها. وهي الطريقه دابا كيفاش انك دير، يعني دير التليفون، يعني وكاين هذا البروتيج هذا اللي يعني سيسماتي باش ما يطيحش التليفون، يعني صافي. وكاين هذا وكتزيرها هكا، يعني كتزيرها بهذه اللعيبه هذه. ودابا التليفون ماشي يطيح، غير يتشفل لك زعما الناس تاع كازا واسفي وفاز، زعما بقا تسكر لا تسكر بالتليفون هكا تيطير لك من الموتور شي ستوب. المهم هذه هي الطريقه بالنسبه ليا بلاصه يو اس بي. هانتوما كما كتشوفوا هي بلاصه يو اس بي، يعني يمكن انك تشارجي ماشي اي تليفون، يعني كابل يو اس بي. وبالنسبه للتليفون هو تشارجا كما كتشوفوا التليفون كيتشارجا. ها هو خاصو يتشارجا. ودابا غادي نوريكم يمكن لك انك دير فيه جي بي اس فلوغ. دابا غادي نخدموا الفلوغ، نخدموا الكاميرا ونوريكم كيفاش انك يعني تكون مسرك هكا. الناس تاع الفلوغ اللي بيديروا فلوغات، يعني نوريكم كيفاش انك تتصور وكيفاش كيفاش كيبان داك الشيء واش مزيان ولا لا. وحنا اخوتي دابا غادي نبداو الفلوغ تاعنا، يعني غادي نشوفوا كيفاش انا كيصور يعني هاد فاست شارج، يعني يمكن لك انك تصور به فلوغات وشحال من لعيبات جي بي اس شحال من حاجه. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو، يلا دابا نديماريو. وبالنسبه للكاميرا تاع التليفون تاعي خاسره، انا نوريكم كيفاش كيطلع الفلوغ.